العزيز أموجا سولا نجدود نسلو لغير نبعب ناس اللي غيج معاتو قليل. أغنية الملاح من كلمة الشاعر محمد سفار من توزيع الموسيقي رضوان على الله من ألحاني وكذلك المساهمة الفنية للفنان كريم الجواد في العزف على آلة البنجو والجيتار. هي أغنية بتوزيع جديد يعني اللي كيواكب الحداثة من أجلنا نحطوا الأغنية الأمازيغية في البلاتفورم انترناسيونال يعني كتسير الموجة الفنية الحديثة. هي فيها واحد الرسالة، رسالة التعايش والتسامح ورسالة السلام بين جميع المكونات العالمية وجميع الأديان باعتبار المغرب فضاء للتسامح والتعايش منذ الأزال القدم، لأن هذه الأغنية هذه جت تزامنا مع اتفاقية الولايات ما بين المملكة المغربية وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية ودولة الإسراء، وهذا غادي يعرف يعني الانعكاس إيجابي على الاقتصاد ديال البلاد وكذلك يعني يزكي مدى قوة المغرب في الاونه الاخيره انه غيكون قوه اقتصاديه افريقيا وكذلك لتزكيه بوابه افريقيا، وغيكون عندنا اقلاع نموي مهم لان التوجهات ديال البلاد مشات في توجهات اللي هي مهمه يعني للدوله الاسرائيليه والدوله المملكه عندها يعني دورات عظمى في العالم اللي غادي يكون عندهم تاثير ايجابي على الاقتصاد الوطني. الطائفه اليهوديه عندها تاريخ كبير في البلاد، هذه الاغنيه هذه جات على اساس انه لنشرت ثقافه التسامح بحكم الفنان هو مرآة المجتمع خاص يواكب الحداثة ويشوف لاكتواليتي شنو فيها، تكون عنده يعني الإمام بالقضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ديال البلاد. هذه الأغنية هذه كما شافوا الإخوان والأصدقاء أنه عندها تفاعل إيجابي لأن المغاربة كاملين معروفين بالتسامح والتعايش. إحنا كنتواجدوا في واحد المنطقة اللي هي شمال مدينة أكادير اللي كي يعني كيقطر عليها يعني الملايين والآلاف ديال السياح لجم جميع بقاع العالم، كنتعايشوا يعني كما قلت لك أن الطائفة اليهودية لها حضور قوي منذ الأزل في المغرب. الملاح هو تكريم، عنوان ديالو هو تكريم لهذا الفضاء اللي هو معروف يعني منذ القدم بفضاء للتسامح والتعايش. أنا قلت لك بأن الفنان هو مرآة المجتمع، يعني مواكبة الأحداث والتطورات الإقليم وكذلك الدولية يجب على الفنان أنه أن يتطرق من جميع المواضيع، يعني التطبيل لجهة معينة أو لجهة معينة فهذا لا علاقة له بالإبداعات الفنية للحسن أنير. ترجمة للعربية، هناك عمل من أجل ترجمتها إلى العبرية لأن كان هناك مشروع من أجل تصوير فيديو كليب لهذه الأغنية في جميع في مناطق عدة في البلاد، في الملاح، في صويرة، في أكادير، في مراكش، في جميع المناطق ديال المغرب. هي رسالة لكل المجتمع العالمي من أجل التسامح والتعايش، وليست هناك رسالة موجهة إلى جهة معينة. الأقوال مع الواقع لا علاقة، لأن هذه قناعات ديال حسن أنير لأنه فاعل جمعوي وفاعل سياسي كيعرف القضايا الاجتماعية الحديثة. هذا العمل من المال الخاص، ليس هناك أي دعم من أي جهة معينة. اليوم احنا كنشتغلوا كما قلت لك على إحضار الفيديو كليب واستعداد الفيديو كليب اللي كيطلب إمكانيات مهمة، وحنا غنفتحوا على المؤسسات اللي عندها نفس القناعات وكذلك التوجهات على أساس أنه نوصلوا الرسالة أكثر. يعني التفاعل الإيجابي مع الأغنية هو دليل قاطع أنك قلت لك أن المغاربة هم متسامحين والتعايش، يعني نشر ثقافة التسامح والتعايش. إلى حد الآن أنا مستعد أنني نأخذ شي تجربة مع شي فنان اللي هو عنده صيت عالمي على أساس أنه نخدمه في إطار ما يتعلق بنشر ثقافة التسامح، باعتبار الثقافة ما عندهاش حدود، ما عندهاش يعني الواقع يعني ما كتعرفش الحدود الجغرافية، والموسيقى والفن الوطن ديالو هو القلب. مادام أننا نشتغل في القيم الإنسانية مرحبا بأي فكرة وأي فنان أراد أن تنجم حتى ولو كان من أي بقع من العالم من إسرائيل مرحبا، من مرحبا يعني غادي نمشي من غدا على أساس أنه نخدمه فيما يتعلق بنشر ثقافة التسامح باعتبار الفنان هو رسالة التسامح والتعايش. نمشي لإسرائيل، نمشي الأمريكان، نمشي بريطانيا، نمشي لأي بقع، دائما في إطار التبادل الثقافي لتمثيل الدولة المغربية أحسن تمثيل. كلمة الأخيرة هو أن شكرا للناس كاع اللي تفاعلوا، شكرا للناس اللي ساهموا في إنتاج هذا العمل هذا. التفاعل الإيجابي الإعلامي كنقول لهم شكرا حيت أنتم مرآة ديالنا، أنتم كل ماشي كل يعني الإعلام اللي تفاعل بهذه القوة بهذا الكم مع هذه الأغنية دي ما غاديش توصل لهاد الناس كاملين. كما قلتي أول فنان مغربي كاين يهضر على هذا الموضوع هذا، ما هو إلا شرف بالنسبة لي أنايا وشرف للطاقم التقني والفني كاع اللي شرف على هذا العمل. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشرين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.